أوه، لا أستطيع أن أجد سدادتي، إنها في مكان ما. هكذا. الآن سأصلح مقبض الباب. أين مفك البراغي؟ ما تلك الضجة الكبيرة؟ هذا لم ينجح. ماذا سأفعل الآن؟ حسناً يا سيدي، نحن مستعدون لبدء التدريب الآن. النجدة، أنقذوني، أنا سيدة عجوز محبوسة خلف هذا الباب المغلق. حسناً، أول شيء نفعله هو العمل على تهدئتها بسرعة. ماذا سأفعل؟ ساعدوني. إذا علينا أن نوقف شعورها بالفزع، لكن أهم شيء هو أن نبقى هادئين ونفعل كل شيء على حدة. أنا آسفة يا سامي، لا أستطيع سماعك. ولا أنا أيضاً. هل هذا جيد؟ ممتاز يا سيدي، لكن صوتك كان مرتفعاً قليلاً. أنا سيدة عجوز، أحتاج إلى المساعدة، ساعدوني، هيا أنقذوني فوراً. لقد عرفت، سأغلق مفتاح الماء الرئيسي. لكن أين المفتاح الرئيسي؟ إنه في الطابق العلوي. عرفت، سوف ألصق الأنبوب. ابتعد، إنه يلتصق بي. أستطيع استخدام الدلو لأخرج الماء من هنا. لا، كان علي أن أصلح الباب في البداية، والآن أنا محاصر. بطاطا، أحب البطاطا إن كانت رقائق أم بالزيت مقلية. جيد، أحسنت ليلى. هذا غريب، ظننت أن فتحي سيكون هنا ليستعد لأغنيته الثنائية مع أيمن. سأغني واحدة أخرى. علينا أن نتفقد فتحي، فقد كان يصلح تسرب الماء في بيتي. أعتقد أن تسرب الماء ازداد سوءاً. لا نستطيع فتح الباب لأن المقبض بحاجة إلى إصلاح. سميحة، هذه أنت؟ النجدة، ساعديني، أنا محاصر في القبو مع مشمش وهو يمتلئ بالكثير من الماء. مشمش، يجب أن أتصل بالإطفائي. سامي، حسناً سامي، لا عليك دلي، سأحرص على أن تكوني بأمان. ابتعدي. أمسكت بك. أحسنت أيمن. يوجد رسالة. يا للهول، فارس ومحسن عالقان في أعلى شجرة. سنجعل فهد ينزلك بسرعة يا أيمن. أماني، تولي إدارة قسم الإطفاء، أود أن أعيد طائرة فارس إليه شخصيا. لا أستطيع التمسك أكثر من هذا. يجب أن تفعل ذلك. انظر، رائع. تمسك يا محسن. هل سننقذهما كما أنقذنا دولي سامي؟ ليس هذه المرة يا أيمن، يجب أن ننقذ محسن بسرعة ثم فارس. أنت أحضر الترامبولين وأنا سأحضر السلم. لا مشكلة سامي، بسرعة، لا أستطيع التمسك مدة أطول من هذا. أفلت الغصن يا محسن، سنمسك بك. رائع، هذا ممتع. ابقى هادئا يا فارس، سأنزلك بأقصى سرعة. شكرا سامي. أعتقد أن هذه لك، صحيح؟ نعم. بما أنك استخدمتها بشكل جيد هذه المرة، فلن أقول شيئا بشأنها.
شكرا لك يا رئيس قسم الإطفاء. شجاعة منك أن تجعلها تطير حتى مدينة الأحلام، رغم أنك تعلم أن هذا قد يوقعك في المشاكل. وكنت طيارا بارعا تكاد تكون ببراعة عندما أخذت رئيس قسم الإطفاء سليم. كان علي أن أعلم. كنت أعلم فارس كيف يجعلها تطير فقط. لا، غير صحيح. حسنا، بقي أمر واحد، أعطني جهاز التحكم عن بعد. شكرا يا محسن، سيصادر طائرتي بسببك، أرأيت؟ لا يا فارس، حان الوقت لأريكما كيف تجعلاني هذه الطائرة تطير حقا وبسرعة. نعم، بدأت أتذكر الطريقة. هيا طيري طيري يا طائرتي طيري. محسن غانم علق في البئر. حسناً، هناك صبي في البئر المجاور لطريق الوادي، بسرعة يا سامي، ربما ينقصه الطعام. لن نستخدم السلم للنزول إلى البئر، لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتا. إذن عليك الانزلاق لأسفل البئر يا سامي. حظا طيبا. خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك. شكرا يا أمي. نكاد نصل يا أماني. إنه سامي، لقد جاء. أخرج يا سامي، قل إنك ستفعل. بالطبع سأفعل يا ليلى. حسنا يا أماني، أربط الحبل إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن. حسنا يا محسن، اهدأ، سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك. حسنا يا سامي. سامي، أوه، أليس شجاعا؟ لقد أوقعت كل نقودي. لا تبالي بذلك يا محسن. محسن، ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي، لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة تزلج. سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها لشراء واحد. أنت عديم الصبر يا محسن غانم. أعلم، آسف، كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة تزلجي ولهذا اشتريت لك هذا. شكرا يا تامر. ولكن محسن، هناك شرط واحد، اللعب ممنوع وخصوصا التزلج داخل متجر أمك. لن أفعل، أعدك. يمكنك فعل ذلك يا أيمن، هيا تشجع. أنا أتعلق وأنفر إلى الأرض، سأهبط بالطول وبالعرض. أخيراً أحسنت صنعاً يا أيمن. بقي شخص واحد عليه الانزلاق. كلب ينزلق؟ هذا لا يصدق. ليس شمشوم وإنما أنت. أنا؟ أفي الأعلى؟ لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري. مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا. محسن، غانم، إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة. يركض الجميع على الشارع الرئيسي. سميحة، أطلب المساعدة. سأتصل بالإطفائي سامي. صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي. أجب يا سامي، هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي. هذا ليس تدريبا. لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي. من الجيد أننا تدربنا على هذا، صحيح؟ نعم، لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سامي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسن غانم عليه.
أرأيت ماذا فعلت؟ يا للعجب، ما هذا؟ أيمن جهز خراطيم الماء. أماني أبعد الجميع. حسناً سامي. ليتراجع الجميع لطفاً، فقد يكون الصاروخ خطراً. هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا، نعم، كانت مجرد حادثة. حسناً، لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك. هل هو مصنوع من مواد خطرة؟ لا أذكر أبداً، لم أنجز إلا ما كتب هنا، وأضفت المزيد من كل شيء. أمتأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط، الكثير منها. إنه مجرد صاروخ بسيط، كل ما في الأمر أنه كبير. أعتقد أن كل شيء سيكون بخير. أنا آسف، ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائع كصاروخ فتحي. فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها، ليس شيئا تتعلمه في يوم واحد. أعرف يا سامي، وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضا. ليس تماما، عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف. أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي، وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام. العفو. لذا كل ما تبقى لي لأقوله: 5 4 3 2 1. محسن وفاتن لم يبقيا هنا، لكننا سنبقى. لن أتقدم خطوة. حسنا، لنرتاح هنا قليلا. ظننت أنكم متقدمون علينا. وكذلك نحن، لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. آسف سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث. لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير، ستجد الكثير ليلة. في متجر الصغير ستجد غبية. الشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتحي، يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كلهم بأنفهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. مهلاً، لا 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 أصدق، سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا، يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا. انتبه.
كدت أدهسهما. أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخروفين. ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول. شمشوم يريد منا أن نتبعه. سأخذ سيارة الإسعاف، ربما تأذيا. النجدة سامي، تلك شاحنة فتح. أحسنت صنعا يا شمشوم، لقد فعلتها. فتحي، هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا، لا أستطيع الخروج فقط، باب مقعد الراكب عالق. أوه، فتحي. حسناً، تراجعوا جميعاً إلى الخلف. أماني، مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء. سنضطر لخلع الباب لنحررك يا فتحي. أماني، أحضري أداة الخلع. كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان. نعم، كنت أحاول جمعهما في حظيرتهما بشمشوم. صحيح، أخبرتك أنه ليس كلب راعي. أعلم. هيا فتحي، أعطني يدك. شكرا سامي. يا للهول، ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل. سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين. ماذا؟ الآن؟ أنباء جيدة، السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن. شمشوم أحسن صنعاً، إنه بطل. قال سامي شيئاً عن خروفين هاربين. سيدي الفواق، لقد انتهى. كان فتحي يعالج بالخوف. الماء يبدو هادئا، ولكن من السهل الانجراف عميقا في البحر إن لم نكن حذرين. سأتصل بالإطفائي سامي. أحسنت يا مشمش. وداعا يا شطيرتي. فارس ومحسن تائهاني في البحر. بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر. يبدو أنه عمل المروحيات. من المستحسن أن يخرج فهد في مروحيته حالا يا سيدي. دع الأمر لي سامي. يمكنك القدوم يا مشمش. لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن. وقراري أن نجدف نحو الشاطئ. لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ، ربما أبحرنا بعيدا عن اليابسة. آمل أن يكونا بخير. إن كانا في البحر سيجدهما سامي. ليس لدينا طعام ولا ماء. ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاء اهدأ يا محسن. لابد أنهم يبحثون عنا. لكن المحيط مكان كبير جدا، وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة. هنا. أخبار رائعة سامي، لقد رأيتهما، لا أعرف كيف وصلا إلى هنا. سننضم إليك قريبا، شكرا يا فهد، انتهى. أنا آسف يا سامي. نمنا في القارب. مرحبا يا فهد.
بأنك تطفئ حريقا كبيرا، أعني حريقا كبيرا جدا. حسنا هكذا. هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ اخرجوا حريق، هيا اخرجوا. هذه هي. ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزلق على العمود إذا شئت. أوه، فكرة ممتازة ورائعة. حان الوقت يا فاتن. فهد أطلق الحبل الآن. شكراً يا فهد. أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير وقد أصبح في مكانه الصحيح. إلى اللقاء وشكراً. لا مشكلة يا فاتن. حسناً يا فاتن، لنعد إلى منزلي لنرى من اصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية، وكأننا لا نعرف سلفاً. ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن. وما أدرك بذلك؟ هيا اذهبي، عدي إلى منزلك. حسناً أماني، عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل. النجدة! النجدة! ليساعدني أحد! كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر. هيا يا فاتن افعليها. لا، لا تستطيعين فعلها، أنت خائفة. ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن، بل لأنني لا أريد، يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة. النجدة! اسمع، هناك من يصرخ. النجدة! لقد علق. الصوت قادم من الجر، هيا بنا. النجدة! النجدة! إنها أماني. حمدا لله أنكما هنا، لقد علق. على أحدنا أن يطلب المساعدة. انتظري لحظة، ماذا تحملين بيدك؟ عصا استغاثة. ماذا؟ يجب ألا تلعبي بها. لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطفائي سامي. أحسنتي، ولكني بحاجة إليها الآن. فاتن، أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ حسناً. رمية رائعة يا فاتن. واو! عجباً، ما هذا؟ أين ذهبت العصا؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف. سأتصل بالإطفائي سامي. نور استغاثة انطلق من الجرف. رافعت نور استغاثة يا سامي. لا بد أن أحد ما في ورطة. سيقابلك فهد هناك بالمروحية. حمدا لله، جاء فهد. جاء الإطفائي سامي. لا، لقد
علقت النجدة، هيا اسحباني ساعداني، هيا بسرعة. المشكلة في أذناي، إنهما أكبر من أذناي. أوه هذا سخيف، نحتاج إلى المساعدة. كان يوما سيئا من الصبح حتى الغروب، قطعت المشط فقدت القط ثم أصبت بالكسور. ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قضبان السياج. سامي وأماني لم يعودا وأنا الوحيد هنا، لا أستطيع فعل شيء. أو ربما أستطيع، هناك شخص في ورطة، يجب أن أفعل شيئا. إنه أيمن. أيمن؟ مستعد لأداء الواجب، أنا مستعد وقوي. لا مشكلة، سأخرجكما. تامر أحضر لي جهاز الخلع، إنه في مؤخرة السيارة. على الفور. النساء والأطفال أولاً. ولدي الحبيب أنت بأمان. أريد منك الآن أن تحررني من أمي. أحسنت أيمن، ولكن لنبقي الأمر سرا بيننا من فضلك. حاضر يا رئيس قسم الإطفاء. هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير، والفضل لأيمن. إنه بطل يا سامي، يا له من رجل إطفاء. الإطفائي أيمن دائما مستعد وقوي يا سامي، حتى بساق مكسورة. مذهل. رائع رائع للتزحلق. أرأيتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً، سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم. سأكون الأولى، أريد أن أكون الأول. رجاءً اسمح لي. أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا. حقاً؟ بالتأكيد، قائد الرواد الجيد ينطلق أولاً دائماً. أنت لست خائفاً أليس كذلك؟ إن كنت خائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد. لا محسن، سأفعل ذلك. اهدأ يا تامر، أنت لا تخاف المرتفعات، يمكنك فعل هذا يا فتى. يجب أن لا أخذل الأطفال، فقط صل سلك الأمان. حسناً، ها أنا ذا. واحد، اثنان، ثلاثة. سأهرع إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد، وهو سيتصل بالإطفائي سامي. تمسك يا تامر، سأحضر لك المساعدة. فهد لا، من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة. مرحبا الإطفائي سامي. من هذا؟ أنا محسن غانم. محسن غانم، ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا. ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسناً نحن قادمون. لا أستطيع التمسك أكثر. لقد اتصلت بالإطفائي سامي وهو قادم. حسناً يا تامر، أفلت يديك وسيكون هبوطك آمناً. مدهش. كان ذلك مدهشاً جداً. هل أنت بخير يا تامر؟
أظن ذلك. واو، شقلبة ثلاثية رائعة، ما أروع فعل ذلك. ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر، أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة. حادث في البحر؟ إنه أوه شادي. إنها عائلة شادي ثانية، لقد جنحوا في قارب شادي. انطلقي بسرعة أماني، هيا. لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل، سأذهب بدلا عنها سيدي. متأسف أيمن، أماني هي الخبيرة هنا، هيا خذي السيارة واذهبي. اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت. حسنا. إنه يوم حافل جدا، لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيدا أكثر. هيا أماني، هيا يمكنك فعل هذا، هيا أماني. لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر. أنا آسفة يا سيدي، لا أقوى على تنفيذ عملية الإنقاذ، يجب أن ترسل سامي. حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة. أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء، سأجعل سامي يقابله هناك. سأفعل سيدي. سامي. أجل سيدي. أنت سريع. أنا مستعد لأداء الواجب، ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة. ما الأمر يا أماني؟ هل تأذيت؟ لا، أظن أني مصابة بالحمى. لنخرجك من هنا. من فهد إلى الإطفائي سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد. حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر، يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق، المكان موحل جدا هناك. شكرا يا فهد، نحن في طريقنا. آمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة. نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبدا في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً، مروحية فهد. هنا، أنا هنا، أرجوك. أوه، لا يعلم بأنني تهت. محسن، هل تحاول إخافتي؟ هل الجميع بخير؟ أوه سامي، الآن فقط أشعر بالاطمئنان. حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق. أين تامر؟ يطلب المساعدة، يا لشجاعته، ترك الحافلة. سأقوم بالاتصال به. لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان. أيمن، اربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد. حاضر سامي. فهد، أنا سامي، السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده. لا تقلق سامي، أحتاج إلى شخص آخر معي. لا تقلق، اعتمد علي. حسنا سامي، جاهزون. للأسف ليس لدينا سائق. لدي كلب كبير، أترى؟ هو
قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ. غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل. أوه، آسفة سامي، سنكون في المركز الأخير. السباق لم ينتهي بعد يا ليلى، ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود. ماذا؟ ونخسر؟ أخبرتك يا فاتن، أريد اسمي فوق تلك الكأسة. ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم. لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا. النجدة! 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 إنه صوت ولد محسن. النجدة! الصوت قادم من هناك. ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير، ستجد الكثير في متجر صغير. محسن، هل أنت بخير؟ أصبت في قدمي وهي تؤلمني. هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما. حسنا، إن لم تضيع محسن غانم، كنت تغش، كنت تغش، صحيح؟ أجب. أجل يا أمي. لا أستطيع فك هذا، وليس معنا أي هاتف يا ليلى، يجب أن نعود جريا. سيستغرق هذا أسابيع كثيرة. ليس وأنا في هذا المزاج السيء. هيا سامي، ستجد الكثير في متجر الصغير، ستجد الكثير ليلى. في متجر الصغير ستجد غبية. غشاش. المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً. إنهما أيمن وفتحي، يديهما مباشرة سارة وفارس. ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كل خيار فهم متقاربون جداً، سينتهي السباق بالتعادل. مهلاً، لا 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 أصدق، سامي وليلى آلة سباق السخان الثلاث. يا للروعة، لقد نجحا، يا له من سباق جميل. أحسنتما، أحسنتما. اقبلا هذا الكأس مني. يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي، لدينا حالة طارئة في المستنقع. ماذا؟ محسن لوى كاحلة. سأجعل فهد يقابلكما هناك. حسنا يا محسن، ستذهب معنا في جولة قصيرة. شكرا يا سامي. مهلا، اركبي يا فاتن. هي رائع، كنت محقا يا محسن، قلت اني ماذا؟ شواء تامر اشعل نارا في شجرة في الغابة. حريق في منطقة التنزه، أرجو أن تكونوا جميعاً قد انتبهتم لدرسي هذا الصباح. حسناً يا أيمن، يبدو أنك ستأكل السجق في وقت أبكر مما ظننت. آمل أن يكون قد تبقى منه شيء. سنحتاج إلى خرطومين لإطفاء هذا الحريق. حسناً سامي. والآن يا أيمن، افتح الماء. سامي انظر، هناك واحدة من قوارير الغاز قد تنفجر في أي لحظة. أحسنت لأنك رأيتها. هيا أبقي الجميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمن. حاضر سامي، هيا تراجعوا جميعا من هنا. أماني، استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق. لا تقلق سامي، استمري. انتهيت، انطفأ الحريق. هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفائي سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة، ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً.
أوه، علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي. سأخذ ما تبقى من القريدس. لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس. ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك. أنت محق يا سامي. إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً. الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس. مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما. وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر أمي أن تطلب المساعدة. أوه شادي، حمداً لله. أوه، ظننت أنني لن أرى اليابسة مجدداً. انتبه، سوف تصطدم بنا. أوه لا، عجلة القيادة تحطمت، لا أستطيع التحكم، العجلة لن تعمل. شادي، ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا، لا تزال هناك على الشاطئ، كلانا ننجرف في البحر. أوه، لا أحتمل هذا مطلقا. هناك حل واحد فقط، سأتصل بالإطفائي سامي. مشكلة في البحر؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج. انتظرا، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي. عجبا، أتساءل إن كان سيقلع بطائرته. أنا وأماني سنأخذ فينوس وننقذ من في البحر. أيمن، خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي. حاضر سامي. أستطيع رؤيتهم، هيا بنا. أخيراً، إنهما أماني وسامي. سأتولى أمر الزورق يا أماني، وأنا سوف أسحب قارب شادي. محسن، ارمي لي حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي. حسناً يا سامي. وأنا سأربط قاربك بقاربي. سنكون عند الشاطئ قريباً. أوه، أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة. لا تقلق سيدي، سوف أنزلك بسرعة. ها أنا ذا، سوف أثبتها. طبعاً أنا بخير، أنا بخير، مجرد روتين يومي. أختبر الطائرة الورقية. أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابن أخيك؟ بالتأكيد لا. إنها لي. لا شيء يدعو إلى الخجل يا سيدي. ماذا؟ انظر هناك. نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة. إنها حالة طارئة، حريق مشتعل في كل مكان، لكن لا تخافوا، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ. هذا مذهل ومثير. تحرك يا فارس لنقترب أكثر. اسكت، لا أستطيع التحرك. سيحتاجون إلى مساعدة جوية. إنه فهد في مروحيته. أمسكت بك يا فارس. النجدة، النجدة، النجدة. انظر،
سيدي. حالة طارئة، صبيان عالقان على السقف. يبدو أنهما في ورطة. أيمن، يجب أن نستخدم سلم جوبيتر. إنه ولدي محسن وولدي فارس. حسناً، سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكونا. سيداتي وسادتي، وها هو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي. ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس. آسف، كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك. أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ. الآن فهمت، السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية. أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير. نعم، لقد شوه شمشوم فردة الحذاء حقاً، أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي. حذائي؟ استخدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن! انتهت المشاكل أخيراً، سأعود إلى العمل. نعم، وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة. النجدة، لقد علقت. محسن! شخص آخر في ورطة. النجدة، أمي، لا أستطيع تحريك قدمي أبداً. عجباً، ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف، يحتاج إلى دقائق ليجف. لا تقلق يا محسن، سوف أخرجك. محسن، غانم، متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي. لا أطلب إلا السكينة والهدوء. هذا صوت إنذار حريق، وذاك دخان ناجم عن حريق. متجري، سأتصل بفرقة الإطفاء. توقفي ليلى، يجب ألا تدخلي مبنى يحترق أبدا. سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك. هذا سيستغرق وقتا، سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة. سامي. مرحبا أيها الإطفائي سامي. كنت فقط آسف يا فارس، حالة طارئة، سأعيد هناك. أنا لا أفهم، ظننت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم. هذه ليست طريقة لائقة يمضي بها رجل الإطفاء عطلته. لا وقت للشرح يا سيدي، هناك حريق في متجر ليلى. حريق! وأخيرا بدأ العمل. مهلا، لم يقرع الجرس. سأجرب ركوب لوح التزلج. حمدا لله انك عدت سامي. مذهل، انظروا الى كل ذلك الدخان. رائحة العطر كرائحة المروج. ايمن، اقطع الكهرباء عن المتجر. حسناً سامي. من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق.